بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. ايها الاحبه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من ابرز الامور التي يشتكي منها الناس في عصرنا اليوم مساله تراجع الجانب الاخلاقي عند الكثير والكثير من الناس وخاصه جيل الشباب. والسبب انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وما لها من آثار سلبية على هذا الأمر ويمكن كثير من الأهل بيلاحظوا هالموضوع وبيشكوا منه بتلاقي الأم بتلاقي الأب عم بيقول لك والله يا شيخ الفيسبوك تيك توك اليوتيوب وما شابه غير أخلاق أولادنا غير تصرفاتهم تعاملاتهم غير حتى ألفاظهم حتى الاهتمامات وردود الفعل صار في تغير واضح جدا بسبب تنامي هذه المواقع وتحولها إلى أمور أساسية بحياتهم خلينا نقول بداية بأن هذه الشكوى أصبحت تقريبا شكوى عالمية منّا محصورة ببلادنا أو بمجتمعاتنا، وبالتالي نحن أمام مشكلة فعلا هي عالمية والكل يعاني منها. واجبنا إنه نوقف وندور ونبحث ونستفسر ونشوف كيف يمكن أن نتعامل مع هذه المشكلة. أول أمر لازم نعرفه هو إنه فعلا نحن أصبحنا في عصر لا يستطيع أي إنسان فيه أن يعمل بسياسة المنع. ايام زمان اذا مذكرين كان اي امر يؤثر على اخلاق الابناء وخاصه بما يتعلق بالوسائل الاعلاميه نقوم بمنعه اليوم اصبح الامر صعب لان هذه المواقع او هذه التقنيات اصبحت اساسا في كل شيء بالتواصل بالتعليم بالطبابه بالعمل بكل شيء صارت هي الاساس اذا السؤال شو الحل الحل بكل بساطة، أولاً أن نعمل بسياسة المناعة وليس بسياسة المنع. يعني أن نعمل منذ صغر أو نعومة أظفار الأبناء على تربية حس المناعة الذاتية داخل النفوس. لحتى يكون هذا الإنسان عم بينشأ وهو عنده قدرة على التمييز بين الطيب والخبيث، بين الشر والباطل، بين الأمر شو صح شو غلط شو مسموح شو ممنوع يمكن الأمر صح صعب ولكن ما حل آخر اليوم واجبنا أن نعرف الأبناء منذ الصغر أنه يا أخواننا علموهم في شيء اسمه حلال في شيء اسمه حرام في شيء اسمه مسموح وفي شيء اسمه ممنوع نغرس هذه القيم في نفوسهم حتى يكونوا قادرين على مواجهة هذا الكم الكبير من الفساد يلي عم يشوفوه اليوم يلي عم يتعرضوا له من خلال مواقع التواصل وشبكه الانترنت. بعرف اليوم آه اذا صح التعبير في نقله حضاريه في تنميه للمهارات، في امور ايجابيه، في معلومات مهمه عم بيتم التعرف عليها، ولكن بنفس الوقت في تحديات كبيره لابد من ان نواجهها. إذن سياسه المناعه الذاتيه. طيب كيف عرض الاسلام لها؟ اسمعوا معي هذه الآية يقول الله تعالى: "هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة" شو يعني يزكيهم؟ يعني يعمل الإنسان على تطهير النفس على التخلي عن كل الصفات المذمومة التي نهانا عنها الله تعالى العمل على ملء النفس بالصفات الممدوحه والمطلوبه بمعنى اخر ان تصير هذه النفس بسبب العلم الصحيح والفهم الصحيح لدين الله عند قدره ذاتيه على التمييز بين الحق والباطل وبالتالي على اتباع الحق وعلى ترك الباطل بكل الامور مشان يعني هيك اذا بتلاحظوا الايه اللي كلنا حافظينها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها يعني الذي سوى النفس مين؟ الله سبحانه وتعالى، الذي اعطاها القدره على التقوى او على الفجور مين؟ رب العالمين عز وجل، بس انتبهوا قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها، يعني تزكية النفس بإيد مين؟ بإيد الإنسان نفسه أنت بتختار بدك تكون صالح أو تريد أن تسير في طريق الفجور ولذلك قال تعالى: قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. اذا اليوم بعصر عم نشوف في العجب العجاب عبر شبكات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي واثر هذا الامر على الابناء وعلى اخلاقهم وتصرفاتهم، شو المطلوب؟ اولا مثل ما قلنا التربيه الصحيحه، التعليم الصحيح، غرس المفاهيم الصحيحه. وانتبهوا مش معنى كلامي بعض الناس بيقول لك انا ربيت وما خصني انه نترك لهم الحبل على غاربه كما يقال ثم نقول شيخ اني لا المقصود اننا فعلا مع ايام الذي نعيش فيها ويصعب فيها السيطرة على ما سيرى الأبناء وسيشاهده في مختلف وسائل التواصل الحديثة علينا تربية النفس وتزكيتها وتنمية حس المناعة الذاتية ولكن أيضا علينا المراقبة اليوم يا اخواننا حتى ببرامج الاطفال يلي تعنون بانه برامج اطفال يلي بتكون على اليوتيوب مثلا في اشياء مش مزبوطه يعني انت بتكون مامن حاطت ابنك قدامك وحاطت على التاب او على الكمبيوتر او على التليفون اللي بايده برامج تحصن الابناء من مشاهده اي امر منكر وقاعد حده وعم بتابعه وهو عم يتفرج على مثل ما قلنا برامج اطفال فجاه بيطلع اعلان بقلب برنامج الاطفال قد يكون هذا الاعلان غير اخلاقي او ياتيه مقترح لمشاهده امر غير مناسب يعني فعلا الامر صعب ولكن المشكله الاكبر وين؟ ان نترك الابناء بلا ارشاد وبلا توجيه وبلا متابعه وبلا توعيه. طيب شو الخطوات المطلوبه؟ اولا يا اخواننا الكرام استوعبوا الابناء ما تعنفوهم وتصرخوا لما تشوف ابنك اللي عمره اربع سنين وخمس سنين او بنتك اللي عمرها خمسه سته طلع لهم شيء غير مناسب او تاثروا بامر شافوه على الانترنت وهو غير مناسب لهم نرجو ان تعلمهم لا ان تصرخ عليهم الله عز وجل يقول فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك في ناس اول ما تلاقي شيء مش مناسب الصريخ والعيد والتكسير والمسبات والشتائم لا روح روح نحن بدنا نعلم اولادنا انه هيدا غلط لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال علموا ولا تعنفوا فان المعلم خير من المعنف اثنان أن تشرح له الخطأ وأن تبين له الصواب يعني في أمر بدي اطرحه اليوم بهالموضوع في كتير من الاهالي اباء وامهات بيجوا عند ابنهم او عند بنتهم بيقولوا لهم هذا الامر ممنوع طبيعي الولد بده يسال ليه ممنوع بتلاقي الاهل شو بيقولوا له ما تسال ليه ممنوع وخلص لا بدك تعرفوا ليه ممنوع ليه غلط وين الغلط وهذا اصل قراني يا اخواننا يعني مثلا اقرأوا في عدد كبير من الايات التي فيها تحريم لامور دائما الله سبحانه وتعالى يبين لنا عله التحريم يعني بالخمر يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه صح طيب ليه انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون؟ اعطينا عله التحريم لما الابن يتاثر بشيء خطا على مواقع الانترنت اشرح له شو الخطا وليه هو خطا ووين هذا الخطا؟ ثانيا ان تعطيه البديل الحلال يا اخواننا بالدين في عنا شيء اسمه فقه البدائل. يعني ما حرم الله تعالى امرا فيه مصلحه للانسان الا وابدله بامر فيه مصلحه اكبر. لما انت تمنع اولادك من امر معين على الانترنت لان في خطر، في اساءه، في امر محرم، امن لهم البديل الذي يعطيه الفائده، يعني مثلا ما بدك اياه يلعب لعبه معينه على الانترنت، امن له لعبه على ارض الواقع. ما بدك ابنك يضيع وقته على الانترنت. امل ما يملا له هذا الوقت بما يفيد وهكذا اربعه ان نكون نحن اول الملتزمين بما نقول للابناء وهون خليني اقول لكم في عنا كيرس كبيره بهالموضوع يعني بيجي واحد مثلا بيقول له لابنه هذا الامر الذي تشاهده على الانترنت ممنوع تشوفه هذه الصفحه يلي انت متابعها ممنوع تتابعها انت عم بتقول كلام شايفه على الانترنت ممنوع اسمعه منك بينما الأب أو الأم نفسهم يلي عم بيقولوا هذه التوجيهات يرتكبوا هذه الأمور ممنوع انك تقول لابنك فلان يلي عندك على الصفحة ممنوع تتابعه ويلاقيك أنت ليل نهار عم بتتابعه ممنوع تقول له هذا المسلسل أو هذا الفيلم أو هذا ما بعرف شو أنت اللي عم تتفرج عليه بدك شوف شو حيصير إذا بشوفك عم تتابعه ويجي هو من برا من المدرسه يلاقيك حاطه قاعد عم تتفرج عليه يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون وباحيان كثير خليني اكون صريح الاهل هن اللي بيعرفوا اولادهم للاسف على هذه الصفحات وهذه المواقع الضاره خامسا استمراريه المتابعه يا جماعه مستوى الصبر عنا بهذه الامور نزل كتير ممنوع يكون توجيهك للابناء على موضوع الانترنت وصفحات التواصل الاجتماعي هو ردة فعل لا وانما لازم يكون امر اساسي مستمر لابد من الصبر بعض الابناء بيعملوا شيء غلط بتلاقي ابائهم أه والله يا شيخ ابني صار عمره 18 سنه وبعده لهلا عم يلعب على الانترنت ست سبع ساعات قاعد كل يوم هو ورفقاته وانا بصراحه زهقت بطلت احكي معه لا ما في شيء اسمه زهقت بدك تستمر بالتوجيه وبالارشاد لان انت شو عم تعمل انت تبني انسان عم بتاسس لنفس بشريه اذا كنا بامور عباديه مثل الصلاه انت مطالب بالدعوه المستمره والصبر عليها وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها أيها الأحبة موضوع الانترنت بمختلف مجالاته وآثاره على أخلاق الأبناء والبنات أمر في غاية الأهمية خاصة بعصرنا يلي مثل ما شايفين صارت هذه المواقع وهذه الصفحات هي الأساس بكل أمورنا يمكن هذا الموضوع بده حلقات وحلقات لأن في له أثار أخلاقية كتير سيئة ولكن نحن حاولنا نعطي إشارات أو إضاءات لابرز ما هو مطلوب ولكن يبقى ان نعمل ودائما يبقى الدعاء ان يرزقنا الله سبحانه وتعالى فعل الصواب وان يحمي ابناءنا من كل مكروه ومن كل سوء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته